مشاهدينا اهلا وسهلا بكم معنا في اولى حلقات هذا الاسبوع من برنامجكم الاسري بامتياز الصباحيات دوزيم. واليوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك نتمنوا لكم عواشر مباركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا وكل عام وانتم بخير. اليوم في فقره بين وبينك دكتور لي لبنى بوحولي غادي نكملوا معها موضوعنا حول الذاكره وبالضبط تطوير الذاكره وصنع الذكريات. المصممه ريم الباز ضيفه فقره قفطان صباحيات دوزيم رفقه ليلى حديبي. كالعادة البداية بالورقة القانونية رفقة بروفيسور محمد جمال معتوق، مرحبا بكم معنا صباحية اليوم. بروفيسور معتوق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد، صحة والسلامة كل ما كتمنى يا ربي. اليوم بما أننا يعني في أجواء العيد فيعني غادي نتكلموا على الملكية المشتركة وعيد الأضحى. أكيد أنه موضوع يثير الاهتمام، علاش؟ لأن الملكية المشتركة دائما كاين واحد المسألة اللي كتجمع الجيران كلهم، هي السطح في عيد الأضحى، ما بين واش نذبحوا الأضحية في السطح أو لا، واش اتحاد الملاك يعني أعطى الرخصة باش يتم الذبح في السطح أو لا. هذه مسائل كلها غنشوفوها معك اليوم بروفيسور. أكيد يعني فرصة هذه باش كيتلاقاو الجيران بعضياتهم، دابا راهم كيشربوا أتاي وكي حليوات ياك، يعني شويه بداو سيقوا وجمعوا داك الشيء. كاين اللي سيق والحولي راه عند الجزار وجمع، لا الجزار مازال تيبات باش كيتشمع شويه باش كيبرد، لان الا مشيتي في السلطي هو سخون ما هذا راه خصو شي حلقه ديال شي اختصاصي. وراح تسوق دابا ما عرفتش كيف الحراره راه ولا ما درتوهاش في الصباحيات. لا الوغ فوقاش كيتفصل الحولي؟ عرفنا باللي في اليامات هي الشتا والبرد في النهار لا غد ليه واليامات فاش كتكون الحراره خوفا عليه كيمشي للجزار كيتفصل وكيدخل الكونجيلاتور. ايوا على اين المهم خصو يكون في شي بلاصه مريح وبارده باش يضربوا شويه ديال الهواء. اكيد. اذا ملي يعني في الملكيه المشتركه طبعا كاين بزاف ديال الاكراهات، لان الانسان اللي تيكون في الباديه ولا بحال شحال هذه كانت الدار بلديه، كل واحد عنده بوس الدار، كل واحد عنده السطح ديالو حر. دابا لا، عندنا واحد يعني الظاهره واننا رجعنا كنسكنوا في العمودي اكثر من ما هو افقي. نعم. وبالتالي عمارات فيهم 6-7 ديال الطوابق. اذا الناس فين غيذبحوا؟ كاين اللي كيجي العيد اكراه حيت ما عندوش فين يذبح وساكن هو في واحد الطبق ويمكن السطح ما عندهمش كاع نهائيا. وفين غادي يذبح؟ اذا تيبقى دائما هز الدبيله. وكاين اللي كيسافر وكاين اللي كيمشي عند شي واحد في العائله اللي عنده الدار، كاين اللي كيمشي عند اختو للبلاصه اللي فين ممكن يذبحوا. علاش؟ حيت هادشي كله اكراه ديال الملكيه المشتركه. فطبعا الجمع العام هو اللي تيقرر فين غادي نذبحوا، اماكن الذبح. بالاغلبيه اللي سبق لي تكلمت عليها في الحلقات السابقه فتيمكن لهم يخصوا السطح او يقرروا ايضا يكون في المرآب الكراج ديال او يكون في واحد المنطقه الخضراء اللي كتكون في العماره خاصه اللي كتكون فيها التربه بزاف باش يمكن داك الشيء يعني النفايات وهذا يعني حتى من غير الدفن حتى الماء كيمكن يتسرب في الارض. نعم. وما تيبقاش الكلاتي وما تبقاش الوسخ وما كيكونش تعفن، ما كتكونش ذباب، ما كتكونش. نعم. واحد الوضعيه ماشي هذه. فمن بعد ما تيتفقوا تخصهم يحترموا هذا القرار اللي قرروا في اطار الجمع العام. يعني ما فيها باس الا التزمنا بهذا القانون. علاش؟ حيت هذا الشيء كيكون في القانون في النظام الداخلي في النظام ديال الملكيه المشتركه وكنتفقوا على هذه النقاط، حيت هذا الشيء كيتكرر كل سنه. نعم. فما في يعني ما فيها باس الا الواحد التزم. علاش؟ لان ما يمكنش نكونوا التزمنا باش غادي نذبحوا في السطح ويجي واحد يقول له انا كنسكن لتحت كاع في الطبق السفلي انا غادي نذبح في الكراج. فهمتي؟ حيت ملي كيذبح في الكراج راه ممكن يقطع الماء على هذوك اللي الفوق اللي كيطلق الماء، قطرخ الماء. يمكن الناس غادي يجيو يدخلوا الكراج بالسيارات، المرآب ديالهم بالسيارات، الدخول والخروج غيبقى هو تما. إذن خصنا دائما نلتزموا داك الشيء اللي اتفقنا عليه نطبقوه، لأن ملي غادي نقولوا غادي نذبحوا في المرآب إذن راه السيارات كلهم غادي يكونوا واقفين. مفهوم. لأن كلنا قررنا نذبحوا. فغادي تقولي لي ولا ما احترمش هذا الشيء. هذا الشيء فيه المسألة كتعلق بالتربية أكثر مما هي قانون. مفهوم. نعم. اللي الا ما احترمهاش ما احترمش هذا الالتزام، ما ذبحش في السطح، حنا قلنا غادي نذبحوا في السطح ومشى ذبح في المرآب، هذاك الازعاج اللي كيسبب لنا هذاك هو الضرر. واش دابا غادي نضوضوا جيران غادي يدعي واحد الجار ويطالبوا بالتعويض امام محكمه مدنيه لانه ما احترمش القانون الداخلي؟ ما يعني مساله ترابي اكثر من ترابي اكثر مما هي قانون. هو القانون كننظموا للتدبير الجماعي لتدبير من اجل المصلحه العامه، لكن دائما كتلقى شي واحد خارج ولا جوج، فإلى التزموا
فمزيان ندوزوا هذه الشعيره مصلحة العقار يعني ندوزوا هذه الشعيره في سلام وفي امن، والمفروض يكونوا الجيران يعني كيزوروا بعضياتهم، واللي ما تيقول صباح الخير تيرجع تيقول صباح الخير، وكل شيء لابس ذاك الدراعيه ولا الفرجيه ولا لباس العيد يعني لباس العيد، والنساء ايضا حتى هما اللي كيعاونوا كيقوموا بالعمل ديالهم في الاطار ديالهم، يعني اللي كاين بحال حلقات بحال سلسله الواحد عنده باش كيتكلف، نعم وكاين الراجل وكاين المراه وكاين الدراري، كل واحد نعم. عنده لاطاش ديالو، عنده واحد الدور. ثم عندنا مثلا عندنا ممرات وعندنا اجزاء اللي هي مشتركه، حتى هما تيخصهم يبقاو خاويين، ماشي اللي عنده شي حاجه يحطها تما. دابا حنا ذبحنا سالينا، اللي عنده شي بقايا ديال التبن غادي يجي ويدير فواحد الخشبه ويحطها فواحد الممر، خاصو يحافظوا على النظافه ولا في الدهاليز ولا في الممرات ولا في المرآب ولا في الدرج ولا حدا المصعد، لا يعني واحد حيت هادو يعني كله تدبير النفايات في الامكنه المخصصه لها، ولا ذاك الهضوره واحد تيكمشها يطويها ويخليها مثلا في السطح ولا يخليها حدا في الكراج في شي بلاصه وكيبقى الدبان تيتجمع. إن هادشي كله إلا ما داروش الإنسان أشنو غادي نديرو له؟ ما عندنا ما نديرو له للأسف. نعم، لكن القانون كينظم هادشي هذا في إطار النظام الداخلي، النظام اللي كاين مشتركة، أولا في القانون في إطار التدبير الجماعي والتدبير يعني اللي كيكون يعني معقلان وفيه رشد باش نراعيو الإكراهات ديال الناس كلهم. لكن ملي كتلقى عندنا شي هفوات بحال هكا ما الانسان ما يشوف حتى تيعيا، وفي تالي غادي يقول هذا العيد وكنغمضوا عينينا وكندوزوا، اللي يقدر يصلح واللي فهمتيني يقدر يقول شي كلمه الله يخليك هذيك ما تخليهاش هنا، هذه راه خصنا نهزوا، راه نهزوا كلنا هادشي باش نقيوه، باش في ثلاثه العشيه اربعه تكون الدنيا نقيه ما كاينش. نعم، هذا وجهدنا. نعم، ولكن باش نفعلوا يعني النصوص القانونيه في الظروف بحال هذه صعب جدا. قلت لك كاع الا مشينا حتى درنا شي حاجه تيخصنا نثبتوا بان هناك ضرر، ماشي غير خرق القانون كافي، بل يجب اثبات الضرر، لان اللي غادي يدير الدعوه خصو يثبت بان تسبب له ضرر، هذاك الشخص تسبب له ضرر. نعم، يعني واش مراض، واش جرحه، واش عرقلوا السير ديالو، التنقل ديالو داخل الملكيه المشتركه بالبستان، بالمساحه الخضراء، بالمرآب، بالشقه ديالو، بالمصعد، علاش؟ بسبب ديال هاد، وكان عنده شي التزام، كان عنده شي شغل مهم، شي صفقه مهمه، شي ما عرفتش، فهمتي؟ اذا خصني لازم نثبت الضرر. فبما اننا ما نوصلوش لهادشي وما كاين لا ضرر لا والو، هذا يوم عطله وحنا كلنا جالسين ما كاين حتى شي حاجه، راه تبقى غير يعني كتبقى مساله وعي تربيه، مساله تربيه ووعي ديال المواطنين. فالملكيه المشتركه راه الاصل فيها راه هي التربيه، راه بحال قلتي لي القانون يدخل لقلب الاسره ينظمها، يقول الاب شنو دير مع الدراري وشنو دير مع الزوجه ديالك والزوجه شنو دير مع الراجل، لا راه ما يمكنش القانون يدخل معك لداخل، الاخلاق والتربيه هي اللي كتنظم هذه الامور، وكيجي القانون باش يضمن لنا فقط الحد الادنى باش ما يكونش تعسفات، باش ما يكونوش تجاوزات فادحه. نعم، اذا حبذا لو المواطن يعني لو الجيران كلهم يكونوا يعني واعيين يعني بهذه المساله ديال النظافه، وان هذا العيد خاصو يدوز بسلام. الان مثلا الى الجمع العام تم يعني التصويت على العيد ما يكونش في السطح وما يكونش في المرآب، وان هذا العقار اللي انا ساكن فيه غير صالح باش ندير فيه الذبيحه، هنا واش هل يمكن تعديل هذا القانون مثلا؟ أنا نوقف هنا، هذه ما يمكنلاش تكون في بلادنا. ما عنديش سطح. ما عنديش سطح وما عنديش مرآب وما عنديش فين نذبح. ما عنديش فين نذبح، اش ندير؟ ولا سكنتي أصلا تما وأنت مسلم، إذا كنتي مسلم وأنت واحد النهار غادي تبغي تطبق هذه السنة هذه، أنك تذبح هذيك الأضحية اقتداء بالسنة وبالدين ديالنا وبالتاريخ ديالنا الديني. ف اول حاجه انا تنعرف الناس، ولكن زمان دابا ما عرفوش مازال هادشي، اللي كيسول كيقلب على الجار ديالو شكون هو، وتيشوف الفران فين هو، وتيشوف الحمام فين هو، وتيشوف فين يذبح، وتيشوف هاد الامور هادي هي الاولى، واش كاينه واش الجامع، واش كاين شي نعم عاد تي دابا لا، حنا الامور اللي كتسادا معايير معايير اخرى. نعم، لكن صعب عليا جدا انني تقولي لي غادي نسكن في واحد العماره اللي واحد النهار غادي يجي العيد يعني باش نديروا هاد الشعيره ديالنا، وتجي تقول لي ما عندكش لا فين نذبح لا الفوق لا لتحت، وفين غادي نمشي؟ فين غادي نمشي؟ خصنا نبقاو نهزوا كبشنا ونمشيو عند واحد اخر ونقول له غادي نعيدوا. نعم، شويه صعيبه لازم. نعم، ما تجيش وما تقدرش كل واحد يذبح في الدار ديالو،
لان ذاك الدم وذاك الشيء راه ما بقاش حتى ذاك ودابا حتى لي بالكون ما بقاوش ما حتى وفاش بالكون غادي تزيد ذاك الشيء زعما في الجرده منه الشارع كاين ايضا مسائل اخرى ديال كاين اللي كيخاف على القوات ديالو تقول لا غادي تخنق ليا ما تذبحش ليا فوق داري دونك هادو اشكالات كنا تلقاوها مثلا هكا ما بين الجيران لا ولكن في هذه الحاله اللي طرحتي عليا طبعا رئيس الجماعات يمكن له يتقرب من هاد الناس هادو او هما يتقربوا منه باش يلقى لهم شي حل مثلا علاش ما يعطيوهمش واحد الجزء مثلا في المجزره اللي مديره المجازر اللي كنذبحوا فيها اللي ذبحوا تما ولا شي منطقه بعيده ويزودهم بالماء ويزودهم بالامور اللي خاصها اللي خاصهم واحد المنطقه شويه بعيده يعني العماره وغادي يتوكلوا على الله لان هذه المساله هذه يعني مهم الانسان يدبرها شي شويه قبل أكيد. الوقت ديال العيد قال غير نشكرك على التوضيحات بروفيسور محمد الجمال معتوق مشاهدينا اللحظه نمر الفقرات بيني وبينك دكتور لبنى بوحولي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عيد مبارك سعيد الله يبارك فيك اجمل المتمنيات يا رب صحه وسلامه علينا وعليك ولجميع المسلمين يا رب يا ربي امين اذا دكتور بوحولي غادي نوصلوا دائما الموضوع ديالنا حول الذاكره وبالضبط غنتكلموا اليوم على تطوير الذاكره وصنع الذكريات واكيد ان عيد الاضحى هو مناسبه باش نصنعوا فيها ذكريات او لوليداتنا يصنعوا فيها ذكريات كيف ما حنا صنعناهم زمان او لا دكتور نعم فكما قلتي فعلا موضوع الذاكرة يعني ها هو جابنا حتى لهاد الفترة ديال العيد وحنا اليوم في هاد اليوم ديال العيد اللي كنتمناوه يكون ذكرى طيبة عند جميع المسلمين على قدر المستطاع بطبيعة الحال فتكلمنا في الحلقات اللي فاتت للناس اللي كانوا ممكن تبعونا على أنواع الذاكرة باختلافاتها كل وحدة لاش كتصلاح وهاد أنواع الذاكرة كتشغل مناطق معينه في الدماغ فهاد المناطق لصنع ذكريات لصنع ذكريات اللي كتكون لنا السيره الذاتيه ديالنا واللي كتكون لنا هويتنا شخصيتنا كانسان ما يعني فيه ذكريات قديمه فيه معلومات اللي هو اكتسبها فيه بزاف الامور اللي كتشخص الشخصيه ديالو والهويه ديالو فاذا ملي احنا في هذا اليوم ديال عيد الاضحى المبارك اكيد الناس كتلقى وهذا هو المعنى وهذا هو الهدف من هذه الاعياد بحال هكذا انها كتنمي العلاقات الاجتماعيه باختلافها العلاقات العائليه العلاقات ما بين الجيران كما قال الاستاذ معتوق العلاقات مع الناس بصفه عامه اللي كنحاولوا ومدى بنا يكونوا علاقات اللي هي طيبه مبنيه على اخلاق ومبادئ اللي هي طيبه فهذه حتى هي غادي تنمي ذكرى طيبه اللي غنستعملوا فيها واحد المناطق معينه من 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 الذاكره من الذاكره واخا من اجل يعني كما تنقولوا احياء فالاستذكار تقويه الذاكره او ادوات لتقويه الذاكره علاش نقدروا نعتمدوا له المسائل اللي غادي تعاوننا باش يمكن اننا نقويوا من الذاكره ديالنا نعم هذه نقطه مهمه لمها لانه مهم بالنسبه لنا كبشر اننا نتذكروا او نشتغلوا على هذه المساله ديال التذكر لتقويه الذاكره علاش باختلاف الاعمار ديالنا فاش يكونوا مثلا شباب ولا مثلا اطفال خاصهم يدوزوا امتحانات فغادي يشوف مثلا درس معين يقدر واحد يشدو بواحد الطريقه وواحد يشدو بطريقه اخرى علاش لانه واحد استعمل واحد التقنيات اللي هي مضبوطه للتذكر واحد يمكن خداه بواحد السطحيه وما قدرش يعتمد عليه نمشيو لهذه النقطه ديال هذا الشباب مثلا هذه الفئه العمريه باش نقويو التذكر عندنا لمعلومه معينه اول شيء فاش كنقبطوا المعلومه كيخصنا اول شيء نركزوا فيها اذا خصنا يكون عندنا هذا المبدا هذا ديال التركيز ثم خاص هاد المعلومه اللي حنا ركزنا فيها خصنا نعطيوها معنى لاحظي معايا الا قبطتي مثلا واحد الورقه وحاولتي تحفظيها بلا هكاك يعني عند ظهري قلب وصافي نقدر نحبسوا هذه القضيه ديال الورقه ونحفظوها علاش دكتور بوحولي بما اننا تنتذكروا ايام زمان فزمان كنا كنشدوا الورقه وكنا كنقلوا لو تكست باستعمال ستيلو ونقل من هنا كنقويو التركيز وهادشي اللي بغيت التركيز ومن غير التركيز كنحاول حتى نحفظ او ميم طون تنعطيوها واحد الاطار حسي هذيك المعلومه تنعطيها كتبقى لي كتبقى لي من غير اطار الحسي كنعطيها معنى مثلا ملي غناخذ مثلا قصيده شعر اولا يعني اي حاجه بغيت نتذكرها بغيت نشدها في الدماغ ديالي اولا خريطه ولا شي حاجه اللي بغيت نشدها غنعطيها معنى اذا ملي غنجلس اما كما قلتي نعطيها نرسمها نعاودها في الرسم باش نثبتها نعطيها معنى اكيد المستوى ديال التذكر غادي يكون احسن واخا نقدر نكمل الفكره الان مابقيناش تنكتبوا ولينا كننسخوا ولينا كنطبعوا
هنا واش مستوى التذكر غادي يكون لو ميم او لا غادي يكون اقل؟ كاع التلاميذ والطلبه عارفين هذه القضيه. ملي كان مثلا عندنا امتحانات راه كاين لي فيش اللي كيكونوا مثلا كما قلتي كنطبعوا وكننسخوا، ولكن دائما كناكدوا على الطلبه انه يديروا الفلوريسون مثلا على هذاك المطبوع. ومن الاحسن انه ياخذ يدير ملخصات ديالو، ما ينقلش الملخصات ديال واحد اخر، يحط يدير دي نوت، يدير هو الفيش ديالو ويدير هو الملخص ديالو ويكتب الاساسيه اللي كيحسن المستوى ديال التذكر ديال هذيك المعلومه. هذا بالنسبه للناس الشباب اللي كيحتاجوا يثبتوا هذه المسائل، ولكن حنا كلنا محتاجين اننا نقويو مهارات ديالنا في التذكر. فلاحظ معايا في هذا اليوم السعيد كنتمناو سعيد لجميع المسلمين بطبيعه الحال، الوليدات كيلعبوا مع بعضياتهم، الكبار يمكن تكلاو شي شويه وتكاو ينعسوا، يا ريت لو نتجمعوا مع بعضياتنا ونديروا بعض الالعاب بحال جو سوسيتي مثلا، او نلعبوا ذاك الالعاب ديال السودوكو ولا بعض اللي كتشبه شويه الكلمات المتقاطعه. كاين دي جو سوسيتي اللي يقدروا يتلعبوا كبارا وصغار، اللي اولا غادي يخلقوا علاقات ديال يعني واحد الجو اللي هو مالح، واحد هاد لي جو تيكونوا ادوكاتيف يقدروا انه يكون يعني اللعبه ديال العائله كلها. تماما. وهنا كنقدروا ايضا يعني نمشيو لكل ما هو العاب ديال الثقافه العامه تشارك في العائله كلها، وهذه مساله اللي كتنشط الذاكره بواحد الشكل كبير اللي كتحيها. ويمكن هنا يا ريت لو مثلا ما يبقاش داك الشرخ ما بين الاجيال، الناس اللي هما مسنين جالسين بوحديتهم في واحد الجهه وصغار شادين التليفونات ديالهم وكل واحد مخشي ها هما مجموعين في نفس الوقت مفارقين، للاسف راه هادشي اللي كاين يعني حاضر غير يا ريت الذهن غير لو حنا دابا مع بعضياتنا نحاولوا نلعبوا العاب اللي كانت زمان كانت الناس كتلعب مع بعضياتها. يلا نشوفوا مثلا كانوا بعض الالعاب بسيطه، يلا نقلبوا كلنا على اسم جماد كيبدا بهذا الحرف، اسم حيوان كيبدا بهذا الحرف، ديال جماد خضار فواكه تنقب كل قلب تبان لينا بسيطه في الاول وتقدر شي بعض الناس يقدروا يمزحوا منها، ولكن راها كتخلق علاقات اجتماعيه ما بين الاجيال ما بين الصغير والكبير والمتوسط كل شيء. قلتي يا دكتور بوحول حنا زمان شنو كنا تنديروا؟ حنا العيد زمان ما كانش كيسالي مع 12، كان كيسالي حتى 5 6 العشيه، كتلقى كتلقى في الوقيته كتكون الدواره كتكالا الوقيته الدواره كتكا شنو كنكونوا كنديروا؟ ياك عقلتي ما كنا كنشدوا المصار ونشدوا القطيب من كنلعبوا بالمصار. دابا صافي دابا كلشي ولا للاسف كيمشي للنفايات. نعم هو الحمد لله كاين تطور في شي مسائل، غير يا ريت لو نحتفظوا حتى بالمسائل اللي حنا يعني هي اللي كتكون شخصيتنا وهويتنا والهويه ديال المجتمع ديالنا، لان ما كاينش شي مجتمع كيبقى الى ما الى تخلى على الهويه ديالو. لازم نحافظوا على الهويه ديالنا، نحسنوا منها، نحيدوا بعض المسائل اللي قد تكون ثقيله على بعض الناس، ولكن نخليوا الاساس ديال هذه الهويه ديالنا. فاذا الا درنا مثلا في هذا اليوم هذا درنا مثلا العاب ديال لي جو سوسيتي، العاب ديال مثلا نقدروا نلعبوا غير كارطه بيناتنا غير الكبار والصغار والعمام والخوال وتتبغي الجمعيه كتبغي الجمعيه والحكيمه ونحكموا ونحكموا يعني ابسط ما يكون الا حاولنا نديروا راه مزيان. هذه نقطه حنا كان اليوم كان يعني كنقولوها بواحد النوع ديال البسط والضحك، ولكنها وراه الضحك راه مش مفيد في راه تكلمنا الضحك راه مفيد في الذاكره، لانه كيرخف من الضغط النفسي. مثلا بالصباح رجال وعيالات كلشي خايد كلشي خدام كلشي هادي، فهذه فرصه العشيه باش تنجلسوا رخفوا على بعضياتنا، ما كيبقاش داك الضغط النفسي ديال شكون اللي وجد الدواره مزيان، شكون اللي دار هذه مزيان، شكون علاش هذه المنافسه على الكوزينه شكون اللي كيعرف يطيب احسن. دابا غنرخفوا ونجلسوا نلعبوا مع بعضياتنا، وهذه في حد ذاتها واحد الطريقه باش نخفوا على نفسنا الضغط النفسي، وبالتالي غادي نقويوا من الذاكره. والضغط النفسي يا دكتور هو عدو الذاكره اكيد اكيد تنتكلموا عليه اكيد اكيد. نكملوا في هذا الاطار باش نكونوا شويه شاملين فمن يعني اطار ديال تقويه الذاكره، ويمكن ليناش ما نتكلموش على الوسائل اللي هي تقدر تبدو بديهيه ولكنها مهمه لتحفيز وتقويه الذاكره، وهي بسيطه شويه ديال التمارين الرياضيه. التمارين الرياضيه اللياقه البدنيه مهمه ولو عمليه صحه الدماغ المشي فقط يعني، وملي كنت مشى ما ننساش نتنفس ببطء. في فقرات من قبل كنا تكلمنا على التنفس ببطء او التنفس العميق، فخلال المشي ديالي نحاول نطلع النفس بشويه من المنخار ديالي ونخرجها بشويه من الفم ديالي، فهذه طريقه مهمه ولكن على شرط تكون مداومه لتقويه الذاكره ديالنا. اذا قلنا الانشطه الاجتماعيه، العلاقات الاجتماعيه،
التمارين يعني الذهنيه والتمارين الجسديه. ثم كاين مساله اللي هي مهمه لتقويه الذاكره وهذه مساله غيعرفوها الطلبه كلهم، هي النوم. فملي كنكونوا خدينا مثلا وكلنا يمكن جربنا هذه المساله ملي كنا كنقراو وكنحفظوا، ملي كتحفظ واحد المجموعه ديال المعلومات وكتنعس، هذيك احسن طريقه كتحمر باش تثبتها، كتثبت هذيك المعلومات في الدماغ وكتبقى شاده فيه، يعني على الصباح كنتفكروها اوتوماتيكمون تماما وكتثبت مزيان. اذا ضروري جوده في النوم، والنوم ديال الليل على فكره ماشي ديال النهار، النوم الاصلاحي السومي ريباراتور، هي ترقع شي حاجه بسيطه. اما النوم الحقيقي هو كما قلتي الاصلاحي، هو اللي كيكون في الليل وفي يعني في الاول ديال الليل، ماشي حتى التالي ديال الليل. حنا للاسف بزاف الناس كنلاحظوهم كينعسوا حتى الثلث الثاني او الثلث الثالث ديال الليل، اما الثلث الاول كيمشي مسكين هباء منثورا. اذا هذه كاينه وسائل هكذا، كاين كما قلنا يعني تقويه العلاقات الاجتماعيه بالنسبه للناس مسنين، وعلى فكره هذه المساله مهمه بزاف باش نتفاداو او نكونوا في اطار الوقايه من الامراض اللي كتكون للاسف مع السن، اللي يمكن نرجعوا لها في حلقات من بعد، ولكنها يعني مع السن الانسان كينقص من العلاقات الاجتماعيه ديالو، بل في حالات يعني يقدر يوصل لحالات العزله. قدرات الدماغ يعني انها حتى هي يعني تتراجع. طبعا طبعا طبعا، لانه شنو ما بقاش هذاك لي كونيكسيون ديال الخلايا الدماغيه ما بقاوش كيداروا، فكيفاش غادي نشطوا؟ شوف غير عضله الا نعستيها وما بقيتيش كتحركها ديرها في واحد الفتره يعني غادي تضعف، غادي تضعف. شحال من واحد اللي جربها يعني مثلا شوفي غير القبص، الناس ملي تيديروا تيحيدوا تيلقاو يديهم رجلهم ضعفت، اللي ضعفت ولات كتضرهم وما بقاش عندها واحد القدره عضليه، لانها ما بقاش كتقوم بالوظيفه ديالها. فمثلا فهذاك نفس الشيء بالنسبه للدماغ، فإلا حنا نعسناه من حيث نعسناه من العلاقات الاجتماعيه، نعسناه من حيث يعني ما كنديروا حتى حاجه، راه اكيد غادي يعاني وغادي يعاني بقوه. نقطه اخرى لا للعزله للناس الكبار، لا للعزله تكلمت عليها يعني دائما كنقولوها فاش كندير لا شيرياتري، المسائل اللي دائما كناكد عليها ضروريه. ونقطه اخرى مهمه لا بالنسبه للناس الكبار لا بالنسبه يعني جميع الاعمار، ولكن كتبان اكثر عند الناس الكبار، هي مساله التعلم. يعني الى الانسان ما نحبش التعلم بطبيعه الحال، يعني كل مستوى يعني كل مستوى كل عمر عنده الخاصيه ديالو، فيعني الانسان عنده 20 عام عنده هذا راه غادي يوجد دكتوراه وغيقرا مزيان وهذا، ولكن يعني ملي كنوصل لواحد السن معين ما ننساش انني نتعلم شي حاجه جديده تكون ولو بسيطه، نتعلم شويه من اللغه، شويه من عمليه مثلا يدويه، نتعلم الغرس، نتعلم اي حاجه جديده. بالنسبه للناس الكبار اهم حاجه هي يكون شي حاجه جديده، يعني ما يكونش واحد الطريقه ديال التكرار، ما يكونش واحد الاوتوماتيزم كنعاود، لان كنعس واحد المنطقه في الذاكره. ملي كنتعلم جديد القران الكريم نحاول نقراه ونعاود نتعلم من جديد، وماشي نزرب ماشي نزرب ناخذ غير شي حاجه بسيطه ونحاول نكررها ونتعلمها من جديد. سمحي لي طولت عليك، ولكن هذه النقطه ما يمكنليش نفوتها، هي هذه ديال التعلم. كناكد على الناس كبارا كانوا او صغارا انني خصني نتعلم شي حاجه جديده، نتعلم لما لا، يمكن بعض الناس نفاجئهم لتطوير الذاكره الدماغ. تمام تمام، تبارك الله دكتور لبنى بوحولي، عيدك مبارك سعيد الجميع يا رب. شكرا لك وعيدك مبارك سعيد. مشاهدينا اللحظة نمر لآخر فقرة وفقرة قطن صباحية الجزائر. ليلى السلام عليكم. وعليكم السلام مها، شخبارك؟ لاباس عليك؟ مبارك سعيد. لينا وعليك ليك والضيفه ديالك لاله ريم الباز، مرحبا بك لاله. ميرسي بوكو. عيد مبارك سعيد. فيك عيد مبارك باش ما تمنيتي ان شاء الله. الله يبارك فيك. اذا اليوم انا فرحانه اللي جات عندنا مصممه ازياء اللي هي صافي لونتون اللي تنقلب عليها باش تجي عندنا، مي بيان سور فينالمون هي جات ريم بياز. بارك الله عليك. الله يحفظك. ريم بياز هي مصممه ازياء اللي دارت دي ان باركور في القرايه ديالها في لا مود، مشات ان بو ان فرانس، زعما دارت العالم في يعني تعلمت الخياطه وتعلمت شنو هي لا مود، الى جات هذه صافي دابا تقريبا واحد 8 باش بديتي لا مارك ديالك. اي لا مارك ديالك هي معروفه بديتيها بتو سكي الطرز، والطرز على حقه وطريقه بالالوان. تكلمينا على لا مارك ديال كريم. الوغ لا مارك ديالي حنا كنبغيو نصوبوا حوايج جوستمون بور بريت ابورتي، سورتو بريت ابورتي وشفتو سي ان اوماج للطرز المغربي، الخدمه المغربيه، الخدمه المغربيه. تحيه للمعلمين كاملين اللي كيشاهدونا هذا الصباح هذا. الخدمه باليد اي تو سكي حوايج اللي يمكن لنا نلبسو كل نهار اوسي. بحال اللي دابا بغيتي سامبليفيي اللبسه المغربيه تكون على متناول الجميع،
وفي نفس الوقت يكون هذاك الطرز مغربي باين. داير لا توش ماروكان. دونك لالا ريم اليوم جيتينا بواحد التشكيله ديال الاطلالات ديال اللبسات اللي خفافين وراقيين في نفس الوقت اللي غادي يصلحوا لنا مثلا في المناسبات بحال المناسبه ديال عيد الاضحى. الوغ هنا كنشوفوا هذه اللبسه ديال ريم بياز اللي سي عباره عن ان انسومبل مي لا كاب. هذه لا كاب كنتي تشهرتي بها بزاف لان سي توت دي كاب ديالك بيان سور لقيناهم درتيهم في كاع لي كولور سي مانيفيك. C'est une couleur qui est du rose. C'est un rose des bois, c'est une couleur assez simple. C'est-à-dire que si tu as une couleur moderne ou que tu formes une cape, يلبسها كامله سورتو فاش خصك تشوف لي كولور اللي تدير حيت عندها بون ما قدر جابت لينا غير ان تي بو دو شاك تيماتيك ديالها ان تي تابيكستو دو فوالا باغ اكزومبل شوف هاد الالوينات اللي مجال لينا ريم بياز في هاد اللبسه هادي دونك سا سي ان سيروال فوالا سي ان سيروال بلجي ان بو مودرنيزي avec une petite touche de scrilli bronze sur les côtés. Et Hadi, c'est une veste qu'on peut porter fermée ou ouverte. Ah, c'est une veste, d'accord. دونك تقدروا نلبسوها ولكن الدقه معها شي الدقه ديال لا فينيسيون ديال لي كولور لو شو دو كولور حتى هو كنحسوا بالكوتي امازيغ كنحسوا حيت لي ديسان لي ديسان ديال لا برودري كوتي امازيغ نعم ولو نوار تيبقى ياك تيبقى لو نوار تي كلاسيك تيمشي مع كلش انا تيبقى لو نوار سي ما بكولور بريفيري عندك لو نوار تلبسي معاه كلشي وكيتواتى مع كلشي تبارك الله عليك. اذا ريم بياز انت يعني بديتي كدير دابا شي شويه على ما لاحظت دي توني ان بو بلو وي ان بو بلو ترافايي بلو ترافايي بحال هذا القفطان اللي لابسه فاطمة زهرة ولا اللي لابسه انايا يعني سا ريست ان كافطان اللي هوايا كافطان الحق وطريقو بالحقاد بالسفايف بداك الشيء اللي كي هذا بالنظمه وعندك غير ما كتبغيش تكثري انت في Non, Anna, j'aime bien une preuve la simplicité ou chez Haja. Déjà, tout déjà, c'est-à-dire que une tenue, les scudarsides, soit enfermée, cafetan fermé, soit en manteau. Soit en manteau. Avec une bidaïa en dessous. Ou avec un jean, ça peut être très branché. Oui, bien sûr, très branché. J'adore un jean. C'est avec le côté branché, le côté pratique. Et là, tradit, j'aime bien quand tu es branché. Ou tu as un cafetan à 4 habits. C'est vrai que le jean, c'est pas une bonne solution, ça. C'est un passe-partout, le jean. Vous venez, c'est une chose, c'est Il y a beaucoup de travail. Oui. Sfaïf, la khad. Sfaïf, oui, aussi. نوريكم القفطان ديالي حتى انايا اللي عجبني بزاف هذا الصباح وكنت من المشاهدين انا قلت لك صباح تبارك الله حتى هما دونك هذا سان كافطان اللي هو ديجا بيرلي شارجي اي دي فوا خاصنا نشريو جو بونس يمكن ريما هذا on doit investir un beau tissu de qualité. C'est important. Comme on dit, le tube de la race. Exact. Mais la qualité du tube est importante. Bien sûr. Le tube et le perlage vont être un peu plus de temps. Le tube est important. Le tube est important. Je l'ai appris à ma grand-mère. Je l'ai appris à dire le tube. يا ما المجدوس كياخذوا من التوب ديال من اللون ولا من التوب ديال القفطان بوغ فيغ لو مجدول تبارك الله عليك ليلى تبارك الله على ريم بياز لان دارت ان تري بو شو دو كولور حتى الخدمه اللي دارت فيها حتى هي جات اسورتي كنتمنى المشاهدين هما ديال صباحيات كيعجبهم هذا العرض هذا اللي مقدمه لنا ريم بياز دونك لالا ريم شفنا يعني دي تونو لي سامبل وشفنا اون تونو لي شارجي اللي لابسه ليلى دونك تخدم لنا هنا وحاولتي انك تجيبي لنا لبسه من كل الستيل ديالك
حاولت نجيبكم زعما اون بيتيت كوليكسيون حوايج زعما اللي تقدر تلبس كل نهار والحوايج بوغ المناسبات الكبار دونك شويه ابخي سوغ سوغ كون فاش كيكون عندك ان ارتيست ولا ان كرياتور كتقدر تمشي عنده يصوب لك اللي بغيتي يقدر يحاول يفهم شنو عندك اي تو كري جو بونس كو درتي حتى دي مارياج دي فام اللي على حسب شنو لا كليونتيل فو اكزاكتومون دونك تخدمي على حسب مثلا الناس اللي عندهم شي افكار بغاو هكا يوظفوها في قطعه بحال هكا تقليديه تقدر تخدم عندك لا تكنيك ما تي بو تو فيغ تبارك الله كي بانت لكم هذه البيسه فوالا سي اون روب بان فولون جولي Et elle est en crêpe de soie ou en satin de soie. Les Donc le côté moderne de fait les manches et des franges les canifles voilà. de le cristal. Ou elle est qu'elle chauffe ou de la chose importante, il y a les liges maghrébines. Les liges maghrébines, les belles ou belles, bien faites le faire. Dis pas que là les canifles. Prêche des liges, akid, yani. شفنا بزاف ديال البيسات صراحه تقالوا هنا يعني وحتى هنا يعني قديتيها بواحد الشكل اللي ما ترديلوش فريمون البال الا ما ركزتيش فيه في البيسه دونك كارتون روب يعني حتى يعني لا كوب الي موديرن الناحيه ديال ليديدات وحتى لو با ديال القطان بارك الله عليك الا بارك فيك مريم يديها غادي تشوف لي مانش كيفاش كيبقاو تقدر كاع الا طلعت مريم هنا لو كوتي براتيك ياك فوالا ديال العيد الا كان عندك الناس بغيتي تشاكول بغيتي اتاي تكب اتاي ولا دير شي حاجه بعدا وخصك تحاول تحضر البيضه هذاك ما نبغوش عاوتاني نكرفسو تري جولي ما شاء الله عليك ميرسي شكرا زعما فريمون سي دي بيس اللي خصنا حنا نشجعوا المنتوج المغربي ديالنا والصناعه ديال المعلم ديالنا والخياطه حتى هما ما نساوهمش تبارك الله على ليديدات ديال المعلمين والمعلمات ديالنا ما شاء الله C'est comme une toile. Tu as le tissu qui est déjà. Mais c'est magnifique. Des brochets de soie, Oui, le verre, on a quand même dit où le chidem a fait, ou après le chouïa lamé, le bon. Après le lamé, de le tirer le fort, ou la qu'il voit, il est magnifique. La couleur, je regarde la lima. Alors, elle dit l'artiste, Rémi Diaz. Elle fait ça. Et bien sûr, la technique, qui vient de qui vraiment chauffe. La finition. هي الحاجه اللي خلاتني اللي جاتني يعني الفكره المشتركه من القطع ديالك كاملين تبارك الله يعني تخي تخي بيل فينيسيون ما شاء الله. ريم بياس واش غادي نشوفوك في زعما جونغ ان كغون ديفيلي شي نهار ودير دي تخوك ان شاء الله ان شاء الله جيمغي بيان ان شاء الله ان شاء الله حنا تكلمتي على لو شارجي ليلى حيت انا مازال زعما جو سي كو غاتقدر تعطينا اكثر غير هي كتبغي تبقى في سا زون دو كونفور ان شاء الله هذا العام وقفتي نشارجي هذا العام هذا العام صافي حيت بحال هذه كارتون ريكارد سي تري جولي لو شوا دو كولور اللي خدمات في القطان اكسيتيرا اي ريوسي تري 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 بو Et mais je suis pas allée chez Fina. C'est-à-dire qu'elle a la touche d'Ella. Quel jadid, quel jadid, n'am. Elle a la touche d'Ella ou elle a aussi le style d'Ella. Et tu as pris ta déjà pour Fina, alors une fois, tu te souviens d'une. Exactement. Parce que comme ça, les mouchaïdines d'Ella, ça va être deuxième, ils connaissent le choix. Donc, elle a dit, tu me suis mis à Oui. Donc, elle a acheté la rose, tu peux le savoir. Voilà, oui. Yak. Bien sûr. الحمد لله عندنا في المغرب عندنا دو تو ستادير كاين اللي كيبغي لي كولور سامبل كاين اللي كيبغي لي زونيك كاين اللي كيبغي لو شارجي وتبارك الله عندنا كلشي اون تو اون دو تو اون دو تو تبارك الله عليك لاله ريم الله يبارك فيك ان شاء الله مسيره موفقه ما شاء الله واكيد ان غادي تكون موفقه لان شفنا القطعه اللي جبتي لنا اليوم كيف ما قلت ليلى ما شفناهمش بلاصه اخرى يعني وكاين هذيك لاطوش ديال التميز ديال لاله ريم بياس تبارك الله عليك شكرا تبارك الله عليك ليلى اذا مشاهدينا وعيد مبارك سعيد مره اخرى وعليك ولجميع ان شاء الله الامه العربيه والمسلمه ارتفاع ضغط الدم موضوع فقره الصحه العامه اليوم غد بحضور اخصائي في امراض القلب والشرايين دكتور ناعمه بعد فقره التغذيه دكتور محمد ادهشور محضرين نصائح لتنظيم الوجبات خلال ايام العيد وباقي الفقرات غنكتشفوها غدا باذن الله الى اللقاء